التواصل حيال أي ملاحظة يلاحظها المصلي من خلال الرقم الموحد 1933. هذا هو الطريقة أو هي الطريقة الوحيدة للتواصل معكم في الوزارة؟ هذه طريقة من الطرق، بالإمكان كذلك التواصل من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، من خلال أرقام التواصل الخاصة بفروع المملكة في جميع المناطق. طيب أنتم في وكالة المساجد، يعني ما هي التعليمات التي أعطيتموها للأئمة؟ سلمك الله، الإجراءات الاحترازية للمساجد هي على 3 أقسام. إجراء احترازي متخذ في المسجد، وهذه تم الإعلان عنها من حيث قضية رفع المصاحف والكتب مؤقتا، إلزام المصلين على ترك مسافة بمقدار 2 متر بين كل مصلي، ترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، إغلاق دورات المياه جلك الله وأماكن الوضوء. هناك إجراءات متخذة متعلقة بصلاة الجمعة من حيث إقامة صلاة الجمعة مؤقتا في المساجد القريبة من الجوامع والمهيئة لذلك، لكي لا يكون هناك ازدحام في أي جامع، تقليل مدد الانتظار وتقليل كذلك خطبة الجمعة والصلاة ولا تتجاوز 15 دقيقة. هناك كذلك إجراءات متعلقة بتوعية المصلين بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية مثل لبس الكمامة القماشية، إحضار المصلي لسجاداتهم الخاصة معهم، وعدم تركها بعد الانتهاء من الصلاة. طيب دكتور محمد، يعني إحضار السجادة، سجادة الصلاة مع الشخص الذي يريد الصلاة، هل هي إلزامية أم يعني خيار؟ هذه إجراءات إلزامية سلمك الله، وتهدف لصحة المصلي. وسؤالك عن أصحاب الفضيلة أئمة المساجد، دورهم كبير تجاه تطبيق هذه الإجراءات، وفق الله الجميع. طيب هل هناك مجال للمتطوعين للمساعدة في تنفيذ هذه الإجراءات في المساجد والجوامع؟ نعم سلمك الله، ونسعد بذلك، وتم التنسيق مع مجموعة في مختلف مناطق المملكة، ويمكن التواصل للراغبين على الرقم اللي ذكرته آنفا 1933، وكذلك بالتواصل مع الفروع مباشرة.